استنى، انا كنت على بركات قناه بروس، ودي جديده القناه. ان شاء الله النهارده فيديو جديد من سلسله ايمج بروس في السي شارب. ان شاء الله النهارده هنشرح الجاوسن بلاور او الجاوسن كيرنل. الجاوسن كيرنل هي نوع من انواع اللو باس فلتر اللي بتستخدم في البلورنج. الجاوسن كيرنل هي تطوير للبلور، للبوكس بلور اللي احنا شفناها في فيديوهات قبل كده، اللي هي بتبقى كيرنل 3 في 3، يبقى بتضرب في عددها. يعني مثلا لو هي كيرنل 3 في 3 يبقى كل القيمه اللي جوه الماتريكس دي محايد، وفي الاخر بتضرب فيه او بتتقسم القيم دي كلها، بتتقسم على حجم الكيرنل دي. يعني هي مثلا 3 في 3 يبقى حجم الكيرنل دي كلها 9، بتبقى 1 على 9 وتضرب في كل القيم دي. بس في مشكله في الكيرنل دي، انها بتاخد يعني مثلا لو انا عندي 3، لو انا مثلا عندي بيكسل 100، فبتاخد 9 بيكسل. البكسل اللي فيه مثلا هي بعيد عن السنتر، مثلا البكسل اللي فوق السنتر بتاخد برضه نفس النسب من كل البكسلات، يعني 1 على 9 من السنتر بكسل، 1 على 9 من السنتر من البكسل اللي فوق السنتر بكسل، واللي على شمالها واللي على يمينها بتاخد بنفس النسبة. طبعا في ال يعني لو انت مثلا عايز مثلا، لا انا عايز مثلا السنتر بكسل دي يبقى اكبر تأثير ليها، يعني انا اتاثر بالسنتر بيكسل باكبر تاثير، بعكس مثلا كل ما انا ببعد عن السنتر بيكسل كل ما مثلا التاثير يقل 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 لغايه ما يكونش في تاثير خالص. فدي الجاوسن بلاور اللي هي بتعمله. تعالى كده نشوف، ده هو شكل ده اللي هي المعادله بتاعت الجاوسن كيرنل اللي هي بتعملها. كل ما انت ما بتبعد عن السنتر، خلي بالك هنا بص، كل ما انت ما بتبعد عن السنتر كل ما ال الجاوسن يقل، قصدي كل ما التأثير يقل. يعني الحمرة دي بيقولوا ده أكبر، بيقول لك هنا ده أكبر تأثير، وكل ما بتبعد عن السنتر بوكسنج كل ما هي يعني اللون تتغير، كل ما هي تبقى التأثير يقل 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 لغاية ما يبقاش في تأثير خالص. تعالى كده إيه، نتخيل معانا إن مثلا دي الكيرنل بتاعتنا ودي السنتر بوكس بتاعتنا. فانا مثلا ايه لما بتحرك مثلا كولوم، يبقى انا بتحرك في اتجاه الاكس، يعني الاكس بتزيد بمقدار 1 مثلا، بس الواي تفضل زي ما هي. فيبقى هنا ايه دي الكوردينيت او المقياس بتاع البكسل دي يبقى 1 و0. لما مثلا في البكسل هنا انا بتحرك كولوم ورو، فعشان باجي هنا فالبكسل دي تبقى الكوردينيت بتاعتها 1 و1، وهكذا مع كل البكسلات دي. كل ما انا مثلا بقل مثلا فبتبقى -1 او حسب برضو الكوردينيت اللي انت فيه. يعني مثلا هنا في البكسلايه دي يبقى -1 وسالب 1، يعني انا يعني انا رجعت رو ورجعت كولمن معاه. فانا بعوض في بالكوردينيتس دي في المعادله بتاعت الجاوسن في الاكس والواي هنا. طبعا انت ليك 3 متغيرات تعدل فيهم، في السيجما وفي الاكس والواي، ممكن يكون 4 لو انت عايز السيجما دي لوحدها والسيجما دي لوحدها. يعني هو المعادله بتقول لك 1 على 2 باي سيجما تربيع في اي اس سالب اكس تربيع زائد واي تربيع على 2 سيجما تربيع. ممكن تدي للسيجمتين دول نفس القيمة، وممكن تدي لكل واحدة فيهم قيمة واحدة وكل واحدة، بس غالبا بتبقى نفس القيمة. يعني تعالى كده نشوف مثلا مثال. مثلا لو انا عايز مثلا اجيب السنتر بيكسل لما بتكون مثلا ايه السيجما بتاعتها بواحد، فانا السيجما في السنتر بيكسل بتكون ايه 0 و0، فانا بعوض في المعادلة دي فالنتيجة بتطلع لي كده 1 و15 من 100. طب انا مثلا ايه، خلي بالك كل ما احنا بنبعد يعني كل ما الارقام كل ما الكوردينيتس تزيد، يعني خلي بالك ايه ان مثلا ايه الاكس تربيع بتطير. يعني مثلا انا بقول لك -1 او 1 ما بتفرقش، لان هو كده كده بتطير مع التربيع. يعني مثلا لو احنا مثلا زدنا 1 مثلا في اتجاه الاكس، فتبقى هنا 1 تربيع زائد 0 تربيع، بتبقى هي بواحد على 2 في سيجما تربيع. وكذلك الحل من فوق او شمال او يمين او تحت، لان انت ايه السالب بيطير او الاكس او اتجاه الاكس او في اتجاه الواي، هما الاثنين هما نفس الحكايه. يعني فايه ففوق وتحت ويمين وشمال بتبقى نفس القيمه، يعني ايه 0 و0 و9. فخلي بالك هي قلت، يعني النسب قلت، النسبه بتاعت عن السنتر بيكسل كانت اكبر، لكن لما انت بعدت عن السنتر بيكسل في اتجاه الشمال او الجنوب او الشرق والغرب قلت. طب الأجنحة بقى اللي هي فوق، اللي هي الشمال شرق وشمال غرب والحاجات دي، بتبقى 1 و1. طبعا انا قلت لك السالب والسالب بيطير، فتبقى 1 زائد 1 بتبقى 2. فانا قلت لك كل ما احنا بنبعد كل ما القيمة بتقل، فتعالى كده نشوفها هتبقى كده. هي دي 0 و0 و5، بعكس مثلا اللي هو السنتر بيكسل 0 و1 و5 والبيكسل اللي جنبيها 0 و0 و9. لا دي 0 و0 و5، يعني 5 من
5% ودي 9% و15%. طبعا كل ما انت بتغير في السيجما كل ما القيم بتتغير، يعني كل ما التأثير يعلى شوية. لما انت بتغير في السيجما لا التأثير بيعلى شوية. فهي دي الجاوسن كيرنل، دي الكيرنل 3 في 3 لما تكون بالسيجما السيجما بواحد. تعالى كده ايه نشوف مثال عندنا. لو انا عندي مثلا ايه صورة كده، لو انا اعتبر مثلا الصورة دي بيكسلها بيضة في خلفية سودة مثلا ايه، تعالى كده نطبق عليها مرة الجاوسن كيرنل والاسمه البوكس كيرنل اللي هي البوكس بلاور. بناخد هنا بنعمل ريسايز للصورة زي ما احنا ما قلت لك، لينير مش فارقة بقى اي حاجة، احنا هنا لينير بتشتغل مع اي حاجة. بس يفضل برضو لو انت تعرف، انا مش عارف الكوردينيت بتاعت الصورة اللي انا جايبها، بس افرض يعني مثلا ايه لو هي كبيرة فانا بصغرها او صغيرة فهي كبيرة، بس اللينير تمشي مع كله يعني. زي ما انا قلت لك اللي هو التصغير بالاريا بتبقى احسن، لكن في التكبير اللينير والكيوبيك بتبقى احسن يعني، بتبقى احسن من الاريا في التكبير. بناخد هنا نسختين من الايمج بتاعتنا، بنقول ايه بناخد نسخه للجاوس اللي احنا هنطبق عليها الجاوسن، وفي نسخه ناخدها للبلاور. وبنيجي هنا عند الجاوس، في هنا دالتين بنفس الاسم. لو انت لاحظت هنا، لو انت مثلا بتيجي تشتغل بتلاقي ساعات بتلاقي ايه ان في داله بنفس الاسم بس بيبقى داله سموث جاوسن بس، وفي داله تحتها اندرسكور. اندرسكور دي مش محتاج ان انت تاخد كائن من ال، بترجع لكش كائن، هي بتعدل في الكائن نفسه. في في دوال فيها نسختين من ده، وفيها في دوال لا لازم ترجع لك كائن ما بتعدلش في الصوره الاصليه، او انها بتعدل في الصوره الاصليه بس ما بترجعلكش كائن. فانت احنا هنا بنعدل في الكائن، فاحنا مش محتاجين ان احنا ناخد كائن، مش محتاجين ان احنا نكاتش الكائن اللي جاي، لان هو ما فيش كائن اساسا هو بيعدلنا في بيعدل في الكائن اللي معانا ده اساسا اللي هو الجاوس. بنطبق عليها 4 مرات السموث جاوسيان، وعلى النظير الثاني احنا نطبق البلور او البوكس بلور على الـ على الـ على الكان اللي هو الايمج بلور بتاعتنا 4 مرات، الاثنين بنفس الكيرنل سايز. تعال كده بقى نعرضهم. احنا هنا بصينا هنا على البلور والجاوس، هنا بيقول هنا شايفين ان البلور هنا ايه تقريبا نفس ال، هي مش نفس، هي نفس قيم البكسلات في البلور هنا في الحواف بتاعت البكسل نفس القيم، لكن في الجاوس هنا لو تلاحظ احنا كل ما احنا بنبعد عن الـ عن الـ عن البكسل اللي هي الكبيره دي كل ما القيم بتقل، فاهم؟ فهنا هنا هتلاقي ان البلور اوسع، فاهم؟ لكن في الجاوس هنا بتقل. طبعا الجاوس هنا بتقل لان انت ايه لان الحواف مش عاليه، بس هي موجوده الحواف بس انت مش شايفها، لكن هي بتقل 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 لغايه ما هي بتختفي خالص. فهو ده الفرق بين البلاور وبين الجاوس. طبعا انت ممكن تزود في الحكايه دي بالسيجما، ان انت تعلي شويه اللي هو حجم التاثير على البكسلات من خلال الكيرنل بتاعتنا في السيجما. طبعا انت بقى ممكن ايه تدور بقى في الجاوس الكيرنل دي على النت، فيها امبلمنتيشن تركيات كده بتلعب في الجاوسيان تلعب في الكيرنل بتاعتها عشان تطلع لك نتائج مختلفة. دور بقى عليها على النت براحتك. بس هو ده كان شرح للجاوسيان بس في الامجو سي في.